لاعب هلال القدس ايضا كره بالراس وبالجول بالجول بالجول. هدف اول، هدف اول للمنتخب الاردني، جول اول وبالراس ملعوبه. ركان الخالدي يسجل الهدف الاول. اوه للاردن، ركان الخالدي يسجل الهدف الاول للمنتخب الاردني. لاحظ الارتقاء والكره الراسيه وبالتالي الهدف الاول، الهدف الاول لمصلحه المنتخب الاردني من جانب ركان الخالدي. يحيي المدرب ولاعبي الاحتياط في اللقاء. يلعب الكره العرضيه اللحام والكره تبعد بالراس وتعود وحكم. ضربة جزاء للأردن، حكم المباراة يعطي ضربة جزاء وكرة تنحط بالجول بالجول بالجول. هدف ثاني، هدف ثاني للمنتخب الأردني، هدف لعبد الله سليم. 2 للأردن لا شيء فلسطين. وربما مع مرور الدقيقة 23 شاهدين متابعينا في كل مكان، الأردن تتفوق بهدفين لحد الآن. 2 الأردن لا شيء المنتخب الفلسطيني. ضربة جزاء ارتكبها حسام أبو صلاح وكان من الممكن أن يتحاشى مثل هذه الإعاقة، لكن إعاقة من حسام أبو صلاح وبالتالي هذا عبد الله السيداوي. ملعب الكرة إلى الأمام وخطيرة بالرأس. ثلاثة للأردن، ثلاثة للأردن. عبد الله سليم يسجل الثالث للمنتخب الأردني. عبد الله سليم يحط الثالث للمنتخب الأردني بالرأس. لاحظ الكرة العرضية الرائعة وسليم بالرأس، سليم بالرأس. هدف ثالث للمنتخب الأردني. ثلاثة الأردن، المنتخب الأردني يضرب بقوة في هذه المباراة ويسجل ثلاثة لحد الآن، سجل ثلاثة لحد الآن على المنتخب الفلسطيني. قبل الفلسطيني في أن يتجاوز مثلا المنتخب الأردني. كرة محاولة وتسديدة موجودة. عمل كل جهده في الكرة الماضية وسدد كرة قوية قوية جدا قوية جدا. والله زعلان 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 أشرف الفواغرة. وبالتالي نشاهد شوط ثاني، سيطرة أردنية، سيطرة أردنية حتى ولو لم تسجل أهداف، لكن عبد الله ذيب الآن يملك الكرة، مشي كرة إلى الأمام، تقطع الكرة وتعود وفرصة للرابع. جول رابع، أربعة أردنية، أربعة أردنية، وحمزة درادرة يسجل الرابع للمنتخب الأردني. حمزة درادرة يسجل الرابع، هدف رابع لحمزة درادرة لاعب مهاجم المنتخب الأردني ونادي الرمثة في الأردن. لاحظ التمريرة من جانب عبد الله ذيب والكرة قطعت وذهبت، وبالتالي الدرادرة يسجل الهدف الرابع، هدف من جانب صاحب العشرين سنة واللاعب اللي يسجل هدفه الأول مع منتخب بلاد الأردن، لاعب نادي الرمثة في الأردن. هدف جميل واستغلال الكرة المعادة بشكل خاطئ، وبالتالي هدف رابع لمصلحة المنتخب الأردني.